كان ضمن أمل أنا ممكن شايت عقد كي الدار ما بين جوج الأطراف. لحد الساعة مازال ما بركناش مع المسؤولين باش نذكروا على شروط العمل، وما داك ماشي شروط اللي كيسمع شروط العمل هو كيمشي دائما تيخمم في المادة. أنا بعيد من هادشي، ما كنخممش في المادة، كنخمم أكثر شروط العمل، لأن كتسمع هذاك الشعب، راك سمعتي اش يطلب هذاك الشعب. والسلوغون ديالو يريد لا شامبيونز ليغ، بور افوار لا شامبيونز ليغ يفو دي زوتي دو ترافاي، يفو دي جو لو رونفور دي ليكيب، اون ا بيزوان. سيتي لون بغينا ولا كرهنا، سيتي لون دي زيكيب لي بلو ديزيكيليبري اللي كانت في الموسم، ولا سيما دفاعيا. فكان فرق كانوا معنا في 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 لا كورس ديال التيتر، ولكن سون تري ديكيليبري في لي لين ديالهم كلهم. حنا هنا تي تري تري ديزيكيليبري، والدليل على هذا هو ان بعض المرات كيلعبوا لاعبين ماشي في في المركز اللي خصهم يلعبوا فيه، وضحاوا بالاسماء ديالهم على لاجل الفريق باش الفريق يدير نتائج. ومن ثم اضطرينا بحال اللي قال زكي قبيله، بعض اللاعبين كيكونوا معطوبين وكنضطروا ندخلوهم، وهذا ما خصوش يطرى. اون شامبيونز ليغ وان شامبيون ناسيونال اللي غندافعوا على اللقب ديالنا ماشي بزاف، خص لي دوبلور في بوست. فمن المفروض اننا يكون دي ريكروتمون في المستوى ديال التطلع ديال هذاك الجمهور اللي كيقول لك يريدوا الشامبيونز ليغ.